الفصل القصير كده وصلنا لحل الدايلما اللي احنا كنا بنتكلم فيها قبل الفاصل، وهي فكره انك انت تقنع اللعيب بتاعك انه ينزل المباراه كانه مغلوب 1-0 عشان يطلع احسن ما عنده. تنفع الطريقه دي يا كابتن عبد الله؟ والله كانت بتقلنا زمان زي ما بقول لك، اعمل حسابك كده مثلا في الفرق او الماتشات اللي هي مثلا زي ما بقول كده معقربه شويه كده في الملاعب بتاعت افريقيا كده، وطبعا الملاعب كان زمان غير ايوه عارف دلوقتي. هو على فكره القصه دي مش كوره بس، القصه دي حاجه فينا في ثقافتنا، هي احنا ما بنتحركش الا لما نحس ان احنا بنواجه مشكله او ان احنا امتحان بكره يبقى نذاكر الامتحان. انا قلت لك كده اللعيبه ما كانتش هتلعب رمضان بكره يبقى يلا ما يلعبوش الا لما يجي فيهم جون يفكروا في الخساره. صحيح، لكن يلا معلش، الفرق في الدوافع، هي الفرق بس في الدوافع. كل ما اللعيب انا بيتهيألي ان اللعيب من لما بيبتدي ناشئ صغير يعني، وانتوا طبعا تقدروا تتكلموا يعني مكسب، روح المكسب على طول. مش بس روح المكسب، بيبقى حلم كبير جدا اليوم اللي هاجي فيه والعب منتخب، يعني اليوم اللي هلبس فيه تيشرت منتخب مصر. طبعا اكيد يعني ده بيتهيألي شرف كبير جدا، الناس كلها بتسعى لتحقيقه، فلما توصل له لازم انا يعني في كتير من الجمهور. انا امبارح كنت لسه بحكي والله للزملاء، امبارح ثلاث مواقف في نص ساعه في ثلاث اماكن مختلفه، الناس تتجمع وتتلم تقول لي انه الاهلي لو بيلعب يعني لو خدنا الاهلي يلعب منتخب مصر عشان الهرمونيه والترابط. انا فاهم، بس لا، احساس الناس انه اللعيبه بتدي كل ما عندها، الروح والغيره والروح القتاليه في النادي، الناس مش واصل لها ده في المنتخب. وده خد بالك اثر شويه على مش الانتماء مش الانتماء يعني مش قصه مصر ما فيهاش خلاف، لكن على فكره دعم المنتخب او الاحساس بالمنتخب، حسوا انه اللعيبه مش بتطلع. وعشان لسه بتكلم فيها برضو النقطه دي، ان حته قلنا زي السوشيال ميديا كده، زي ما كنت بتتكلم على السلبيات، السوشيال ميديا دي بتوصل للعيبه. ليه؟ اللعيبه معلش بيخلص الساعتين بتوع التمرين بتاعه ويبدا يمسك الموبايل، لو نزل صوره او نزل فيديو بيتابع ليه، أيوة. تبدا الجماهير تتكلم، اقطعوا النت عن مصر، اقطعوا النت والله. على قد ما هي اللعيبه فعلا انا بتتاثر بالكلام بتاع السوشيال ميديا. هي فبقت هي القصه كلها دلوقتي ان اللعيب داخل منتخب مصر بيبدا نتكلم بقى. عشان كده بقول يا جماعه شيلوا اقوى سلاح في القرن ال21، شيل الانتماء. اقوى سلاح ثقافي، سياسي، اقتصادي، رياضي، دخل حياة الشعوب كلها في القدم العرش. طيب نروح لملفنا الأهلي عشان وقتنا. ماتش صعب جدا يوم الجمعة قدام فاركو. الأهلي الحقيقة يمكن نتيجة مؤجلاته محتاج مجهود مضاعف، عنده ضغط مباريات كبير جدا، جاي من توقف دولي، فترة غياب طويلة جدا، راحة سلبية، جزء أول نص الفريق بيتمرن لوحده، نص الفريق هيتمرن اليوم اللي قبل المباراه. حسابات كولر ممكن لماتش الجمعه تحديدا تكون ايه يا كابتن احمد؟ بص انا بحس ان الذاكره بتتعد سنه وسنتين، نفس الكلام ونفس السؤال في نفس التوقيت، ان لعيبه النادي الاهلي في نفس الوقت ده كانوا جايين من بطوله مثلا مهمه مع المنتخب، وبرضه عندهم ماتشات مع رجوع من كاس العالم ورجوع من بطوله افريقيا، عندهم كميه مباريات مؤجله غير طبيعيه. دي مشكله كبيره جدا. الحمد لله الموسم اللي فات واللي قبليه قدرنا تدرجنا الموضوع ده وقدرنا نتغلب عليه. افتكر الموسمين اللي قبليهم كان حصل لنا مشكله كبيره جدا مع مستر موسيماني، وخسرنا اتنين دوري، انا شايفهم اتنين دوري مش ممكن نخسرهم بالشكل ده. بس اللعيبه كانت مجهده جدا وتحطوا في مشاكل كبيره جدا بسبب الماتشات اللي ورا بعض. لا والتحكيم برضو في الاثنين سيزون دول بالظبط، والتحكيم في الاثنين سيزون دول ما كانش. مش هنرجع نفتح الملفات اللي احنا بنتكلم فيها، بس الحاجه المهمه دلوقتي اللي هي قصه اللي احنا نقابله الفتره الجايه، ال 10 ماتشات او 9 ماتشات اللي جايين. عندنا مدير فني بصراحه مستر كولر بيعرف يشتغل الحته دي كويس قوي، اشتغل الروتيشن كويس قوي، مجهز ال 30 لعيب على اعلى مستوى. صحيح، اللاعب البديل واللاعب الاساسي واللاعب حتى اللي بره السكور لما بيخش ما بتحسش باي فوارق. ليه؟ لان ما شاء الله مجلس الاداره عندنا جايب لنا في كل مركز اتنين او تلاتة لعيبه، مفيش الفروق قريبه جدا من بعض. تمام، ولو اتكلمنا في كل مركز ما شاء الله دلوقتي، يعني مثلا لو الماتش الجاي رامي ربيعه او محمد عماد بفكر ان هو يريح فيه واحد فيهم، انت ممكن تفكر تريح الدوليين اللي شاركوا، بس مش كل اللي لعبوا الماتش، اللي لعبوا الماتش يعني والدوليين اللي ما لعبوا، يعني عمر كمان ما لعبش، هيلعب ياسر ابراهيم ما لعبش، لان انت كنت عندك مشكله في الباك الشمال. هيلعب عمر كمان، هيلعب باك شمال عمر كمان، هيلعب محمد هاني لعب شويه الماتش اللي فات، ممكن اكرم ما لعبش،
ممكن يفكر هتفكر في نص الملعب، هتفكر في كوكا عندك عندك عمر السوليه موجود وقفش برضو، امام لعب جزء كبير من الماتشين توقع عدم وجوده. الحته اللي قدام بقى كلهم ممكن وسام بس بسبب الاصابه هتلاقي مثلا حسين الشحات موجود، وبرسي تاو برضو ممكن يبقى بره الحسابات، هتلاقي كهربا موجود عندك كريم وطاهر وعبد القادر رجع ما عندكش مشكله في ورضا سليم طبعا. انا بالنسبه لي رضا بقى ياخد الجناب اللي قدام وقت رضا ده بص انا عندي اجمد مكان في النادي الاهلي الحته اللي قدام ناحيه اليمين وناحيه الشمال تمام. اي حد فيهم هيلعب مفيش مشكله بس كان احمد عبد القادر، طاهر محمد، طاهر حسين الشحات، بيرسي تاو، المغربي رضا سليم. رضا سليم اي واحد في الخمسه عندك مشكله انك انت تسمع تلاقيه موجود مفيش مشكله خالص. كريستو من اللعيبه اللي انا شايف ان هي مظلومه ومش متشافه كويس فلازم يطلع اعاره زي كندوسي لعب طلع وظهر بشكل جيد لازم يطلع، وده صغير في السن هتستفيد منه لعيب جيد جدا. بص كندوسي وكريستو تحديدا ككواليتي لعيبه من اللعيبه اللي بتعجبني جدا يعني، واتمنى ان هم ياخدوا فرصه ويثبتوا طبعا بالزبط. لكن خد بالك برضو انه قصه الاهلي غير يعني، في اوقات انه في لعيب بيلعب تحت ضغط عنيف جدا طبعًا. بس اتمنى لهم الحقيقه التوفيق، سواء قندوسي الموسم الجاي لو ليه نصيب يبقى مع الاهلي، ومحمد داوي كريستو انا بشوفه فاكهه الكره في تونس، مستقبل الكره في تونس بالزبط. فاتمنى ان شاء الله انه ياخد خد بالك صغير خبراته مش كبيره. وفي نقطه برضو عايز اقول عليها برضو بتاعت كريستو والقندوسي، رجع دايما مش لازم ان اللعيب ده فلته ويبدا يثبت نفسه او هو يبقى النجمه بتاع الفرقه، على قد ما هو في مدير فني بيحب يشتغل بنظام المجموعه مش بنظام النجم الاوحد. صحيح. فما بيدورش دايما على النجم اللي هو يعمل لي الفارق، على قد ما هو بيدور على السيستم بتاع الفريق. صحيح. هنفرد وقت اكتر بكره الماتش فاركو تحديدا، وكمان داخل معانا اليورو، استعدوا لوجبه يعني من امتع واحلى البطولات على مستوى العالم، بقول انها كاس عالم ينقصها بس البرازيل والارجنتين، تبدا ان شاء الله يوم الجمعه، وجبه دسمه جدا هنتكلم عليها بكره، ونقدم لحضراتكم بطوله اليورو اللي بتستضيفها المانيا.